أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن مميزات نظام سوبر سيلز المتكامل الخاص بإدارة الشركات التجارية والمؤسسات التجارية بمختلف أنواعها. في هذا الفيديو هنتحدث مع بعض عن قسم الفواتير وعروض الأسعار. نظام سوبر سيلز المتكامل هو نظام محاسبي يصلح لمختلف أنواع الأنشطة والشركات التجارية، وهو نظام مقدم من شركة سوبر ام سوفت فور ادفانسد سوليوشنز، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات أنظمة الـ ERP سيستمز والبرامج المحاسبية والإدارية وخدمات تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية وتصميم وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية. حضرتك تقدر تتعرف عن جميع خدمات الشركة وسابقة أعمال الشركة ومميزات جميع أعمال الشركة من خلال موقع الشركة الرسمي، وهو www.supermsoft.com. رابط الموقع هيكون متوفر أسفل هذا الفيديو مباشرة، وجميع فيديوهات شرح مميزات نظام سوبر سيلز المتكامل الرابط الخاص بها هيكون متوفر أيضا أسفل هذا الفيديو. نظام سوبر سيلز المتكامل بيتكون من عدة مميزات، وهي إمكانية العمل باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية مع إمكانية التحويل بينهم بسهولة. يدعم العمل بأكثر من سيم وأكثر من لون حسب حاجة المستخدم للعمل بالسيم المناسب ليه. أيضا النظام ممكن يشتغل مع حضراتكم أونلاين كلاود سحابي من خلال الإنترنت، تقدر تدخل عليه من أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز، سواء كان الجهاز جهاز كمبيوتر أو لابتوب أو أجهزة لوحية أو موبايل جوال. أيضا نظام سوبر سيلز يدعم العمل أوفلاين على جهاز أو أكثر من جهاز على شبكة داخلية داخل المؤسسة أو الشركة. نظام سوبر سيلز بيتكون من أكثر من مديول وأكثر من قسم، وهو بالكامل قابل للتعديل والتطوير وفقا لاحتياجات كل مؤسسة وكل شركة، بحيث أن النظام بالكامل بيكون متفصل حسب طبيعة العمل بشكل متكامل. أهم الأقسام اللي موجودة في نظام سوبر سيلز هو قسم إدارة المستخدمين، من خلاله بيتم إدارة المستخدمين ومستوى الصلاحية والأنشطة الخاصة بكل مستخدم، بحيث نتعرف على كل مستخدم دخل الساعة كام، خرج الساعة كام، البيانات اللي قام بتعديلها، البيانات اللي قام بإضافتها أو حذفها. أيضا قسم الإعدادات العامة، من خلاله بيتم إدارة العملات، الدول، المناطق، المحافظات، إدارة الضرائب والرسوم، التحكم في إعدادات النظام، الإشعارات والتنبيهات، إعدادات نقاط الولاء وشرائح نقاط الولاء. قسم المخازن والأصناف، ومن خلاله بيتم إدارة المخازن، مجموعات الأصناف، وحدات الأصناف، وبيانات الأصناف، مع إمكانية التحكم في الوحدات والتفرع بأكثر من وحدة، وأيضا تعدد أنواع الصنف سواء كان الصنف خدمي أو منتج أو منتج مجمع. إدارة أنواع الأذونات، وإدارة أذونات الإضافة والصرف، وإدارة التحويلات المخزنية والتحويلات بين المخازن. قسم الفواتير، ومن خلاله بيتم إدارة فواتير المبيعات، مرتجعات المبيعات، فواتير الشراء، مرتجعات الشراء، وعروض الأسعار. قسم العملاء والموردين، ومن خلاله بيتم إدارة بيانات المجموعات الخاصة بالموردين، إدارة بيانات الموردين ومتابعة الأرصدة الخاصة بالموردين، إدارة مجموعات العملاء وبيانات العملاء والأرصدة الخاصة بهم. قسم الخزائن والبنوك، ومن خلاله بيتم إدارة الخزائن وإدارة الحسابات البنكية. قسم الإيرادات والمصروفات، ومن خلاله بيتم إدارة أنواع الإيرادات، بنود الإيرادات وسندات القبض، أنواع المصروفات، بنود المصروفات وسندات الصرف. قسم متكامل لشؤون الموظفين، ومن خلاله بيتم إدارة ورديات العمل، إعدادات لوائح العمل للموظفين، إدارة بيانات الموظفين، الحضور والانصراف، التأخير والإضافي، الخصومات والمكافآت، الغياب والأجازات، إدارة سلف الموظفين واسترداد السلف، وصرف الرواتب والتأمينات والبدلات إلى آخره، مع إمكانية ربط الحضور والانصراف مع جهاز البصمة. قسم التقارير، ويدعم تقرير المبيعات، تقرير مبيعات الأصناف، تقرير المشتريات والمرتجعات الخاصة بالمبيعات إلى آخره من التقارير، وأيضا الإقرار الضريبي. نظام سوبر سيلز بيدعم الربط مع هيئة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، مع توافق كامل للفاتورة الإلكترونية، ويدعم طباعة البركود والعمل بالبركود بأكثر من مقاس
للباركود، وايضا يدعم الطباعه على الفواتير A4 او A5، وايضا الريسيت الصغيره الخاصه بالكاشير ونقاط البيع. قسم الحسابات العامه من خلاله بيتم اداره شجره الحسابات، ربط الحسابات، دليل الحسابات، القيود اليوميه، مراكز التكلفه واداره السنوات الماليه، دفتر الاستاذ وميزان المراجعه والميزانيه العموميه وقائمه الدخل. يتميز نظام سوبر سيلز بواجهة تحكم بسيطة وسهلة في الاستخدام وإحصائيات متكاملة التي تفيد الإدارة المالية والمحاسب لدى الشركة أو لدى المؤسسة. قسم الفواتير. أول قسم هو قسم عروض الأسعار. من خلال قسم عروض الأسعار نتمكن من إضافة عرض السعر، ونتمكن من إضافة مرفقات لعرض السعر، سواء كانت المرفقات ملفات أو صور. فبالتالي متوفر معنا أرشيف كامل لكل عرض سعر بيتم تقديمه، مع إمكانية طباعة عرض السعر مع إمكانية أيضا حفظ عرض السعر بصيغة PDF. فبالتالي نتمكن من إضافة عرض السعر وطباعته بشكل منظم، وإمكانية التحكم في الشروط والأحكام الخاصة بعروض الأسعار من خلال إعدادات النظام. بالنسبة لعرض السعر موجود عندنا فلاتر بحث متكاملة، نقدر نبحث باسم العميل، نقدر نبحث برقم هاتف أو جوال العميل، رقم عرض السعر، اسم المستخدم اللي ضاف عرض السعر، ونبحث بالتاريخ من إلى علشان نوصل لفلاتر دقيقة مع إمكانية البحث بأكثر من اختيار أو فلتر في نفس الوقت. نقدر نبحث عن عروض الأسعار الخاصة بشركة المنار خلال تاريخ أو فترة معينة، وأيضا موجود عندنا الطباعة للجدول مع إمكانية التحكم في الأعمدة الفعالة، إيه هي الخانات اللي إحنا عاوزين نظهرها أو نخفيها في الجدول، مع إمكانية تصدير الجدول في صورة ملف إكسل. وأيضا من خلال إضافة عرض سعر جديد هنقدر إن إحنا نختار الصنف، هنقدر إن إحنا نختار عميل أو يتم إضافة عميل جديد بصورة سريعة. بعد اختيار العميل نقدر ان احنا نختار الاصناف اللي هتتسجل عندنا في الفاتورة او في عرض السعر. نقدر ايضا ان احنا نحول الوحدات اوتوماتيك، بمجرد ما بنضغط على كرتونة الاسعار والتفاصيل معانا بتتغير اوتوماتيك، والرصيد بيظهر لحضرتك رصيد ككرتونة كامل. لو اخترنا علبة بيظهر لحضرتك الاسعار الخاصة بالعلبة، وبيظهر لحضرتك الرصيد كعلبة كامل. ونقدر ان احنا نضيف خصم على عرض السعر، ونقدر ايضا ان احنا نستعرض قيمة الضريبة اللي تم تطبيقها، ونقدر نعمل حفظ او حفظ وطباعة لعرض السعر بكل سهولة. موجود عندنا عروض الاسعار نقدر ان احنا نعمل تعديل عليها، ونقدر نعمل حذف، ونقدر ان احنا نحول عرض السعر مباشرة الى فاتورة مبيعات، وبيتحول معانا من قسم عروض الاسعار الى قسم فواتير المبيعات. عروض الأسعار إدارة سهلة وبسيطة، نقدر بكل سهولة إن إحنا نضيف عروض أسعار، نتحكم في التعديل والطباعة بشكل متميز، ونقدر نرحلها إلى فاتورة مبيعات، ونقدر أيضا إن إحنا نعمل حذف لعرض السعر، ونقدر إن إحنا نضيف مرفقات بشكل سهل وسلس في نظام سوبر سيلز المتكامل. إحنا في انتظار استفساراتكم، وفي انتظار متابعتكم لباقي فيديوهات شرح مميزات نظام سوبر سيلز المتكامل الخاص بإدارة الأنشطة التجارية. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.